مساء الخير على الجميع. النهاردة هنستكمل كلامنا عن منطقة تونة الجبل. اتكلمنا في الفيديوهات السابقة عن شكل المقابر في منطقة تونة الجبل كان عامل ازاي، واتكلمنا على مثال مهم جدا هي مقبرة بيت أوزيرس. النهاردة هنستكمل كلامنا وحديثنا عن في منطقة تونة الجبل عن عقيدة تحوت والمعبد بتاعه هناك، والسبترينين جاليريز اوف موميفايد ايبسز اللي هي الجاليريز او السراديب اللي تحت الارضيه اللي احنا اكتشفناها ولقينا فيها عدد كبير جدا من طائر الايبس وهو محنط. تعالوا كده نشوف مع بعض. ديت الجاليريز بتاعه الحيوانات او طائر الايبس المحنط اللي احنا اكتشفناها بالقرب من المعبد بتاع الاله تحط في منطقه هيرموبيلس او منطقه تونا الجبل. الحقيقه المنطقه ديت تعتبر من اكبر المناطق اللي احنا اكتشفناها للحيوانات المحنطه. اكتر من يعني الاثريين بيقولوا ان الاعداد وصلت لتقريبا ملايين طائر الايبس المحنط، بالاضافه لقرود البابون تم اكتشافها في هذا المكان. وزي ما قلنا قبل كده ان طائر الايبس والقرد البابون احد فصائل القرد الافريقي كانوا من الرموز الحيوانيه المقدسه للاله تحت المصري. السبترينيان جاليريز في هذا المكان او السراديب السفليه هي عباره عن اربع سراديب رئيسيه وبترجع لنهايه العصر الصاوي، وتم استخدامها او استمر استخدامها حتى العصر الروماني. وبنقول ان المنطقه ديت كانت بيبقى موجود فيها منطقه لتربيه طائر الايبس بالقرب منها. وعندنا أمثلة طبعا من مناطق تربية الحيوانات وخصوصا الحيوانات المقدسة موجودة في حتة اسمها تل الساقية. والتل الساقية ديت أو المنطقة اللي احنا اكتشفناها في تل الساقية بترجع للعصر الروماني. وبالإضافة لكده احنا برضو عندنا منطقة أو بقايا لمنطقة لتربية طائر الايبس موجودة في بقايا معبد الاله تحت اللي تم اكتشافه في المكان. لما نيجي نتكلم على منطقة النيكروبلس بتاعت ماميفايد ايبسس، طبعا عندنا مثال مهم جدا موجود في منطقة سقارة مثلا. عندنا برضو جاليريز او سراديب سفلية تحت الارض تم اكتشافها فيها عدد هائل من الحيوانات المقدسة. الحقيقة لازم نقف هنا شوية ونقول ان احنا عندنا اربع اسباب رئيسية او انواع رئيسية من الحيوانات المحنطة في مصر القديمة. اول حاجة المصري القديم كان بيحب يحنط الحيوانات المقدسة اللي استخدمها كنوع من انواع الحيوانات الأليفة في بيته. وعلشان كده مثلا لقينا في بعض الأحيان قطط، عندنا بعض الكلاب اللي تم تحنيطها في مصر، وفي الحالة دي استخدمها المصري كبي لافت باتس، يعني حيوانات أليفة استخدمها في البيت. في برضو نوع تام من أنواع الحيوانات المحنطة ظهرت في مصر اللي هي الفيكتش والماميز، اللي هي بنقول عليها ايه زي مثلا حاجة غذائية شوية. ودي كانت تعتبر جزء من انواع الفيونري فود او الفيونري فود اوفرينجز، تعتبر من انواع التقدمة. وعلشان كده مثلا تم تحنيط مثلا اجزاء من الطيور، زي مثلا بعض اجزاء من الطيور الداجنة المختلفة اللي كانت بتستخدم في الطعام، دي برضو لقينا منها حاجات محنطة. فدي علشان كده الاثريون حطوها في قائمة الفيكتشوال ماميز. في نوع تاني اللي هي الساكريت كالت انيمالز، تم تحنيط الحيوانات او نوع انواع معينه من الحيوانات والطيور نتيجه قدسيتها بشكل كبير جدا. وفي الاخر في نوع تالت رابع بيتقال عليه الفوتيف ماميز، ودي دايما كانت مستخدمه كأوفرينج، بتستخدم للتقدمه في المعابد المختلفه.
تمام. يبقى معنى كده لو حابين نقول المعلومة دي بالإنجليش هنقولها إزاي؟ So we have here the necropolis of the mummified ibises in Tuna al-Jabal. It dates, this is one of the most famous necropolises and most largest necropolises for mummified animals discovered in Egypt. We discovered millions of ibises and also baboons, the two sacred animals of the Egyptian god Thoth, the god of wisdom. We have mainly these necropolis. This necropolis consists mainly of four subterranean galleries. They date back to the late Said period, and they were still in use till the Roman period. We have different animals, especially ibises and pavians. The sacred animals of Thoth were excavated in the site, breeding stations, أماكن التربية, breeding stations for these animals were discovered, such as the ruins of the breeding stations in Tal al-Sa'iya, which date back, which were built in the Roman period, and also in the second court of the temple of God Thoth. And in this vein, we should mention that we have four main types of votive animals. We have the beloved pets, which were buried with their owners, and this type appeared in Egypt as early as the Old Kingdom. They were also tomb owners were depicted side by side with beloved pets on the walls of the tombs. And therefore we discovered different types of mummified cats and dogs. We have also the second type of mummified animals, which is the victual mummies, which was used as a type of funerary food offerings, and they were placed in individual wooden coffins. كانوا بيتحطوا في توابيت خشبية منفصلة. Therefore we discovered cattle dogs, geese, pigeons, and different parts of meats, mummified, ranging from the steaks to entire legs, were discovered. And we have example, in fact, in the tomb of Tutankhamun. They discovered a lot of pieces which were victual mummies. Also the third type, which is the sacred cult animals, زي ما قلنا هي عبارة عن الحيوانات الأساسية أو المقدسة. They were worshipped during their life and mummified after their death. And also we have the last type, which is the votive mummies. They were dedicated as votive offerings, زي نذر أو يعني تقديمات نذرية, to the shrines of their deities. الحاجة التانية اللي احنا عايزين نلقي الضوء عليها في المكان عندنا اللي هي عبادة الإله تحط في منطقة تون الجبل, والحقيقة احنا اكتشفنا تمثالين ضخمين جدا للإله تحط على شكل قرد بابون, بيرجع تقريبا بيصل طولهم لأربعة متر, وهم بيرجعوا لعصر أمنحتب الثالث. دوت معناه ان المكان كان مقر عبادة للإله تحط من حتى قبل العصر النوني الروماني. بالإضافة إن إحنا لقينا ودوت معناه برضو إن المعبد كان فيه معبد للإله تحط في هذا المكان خلال فترة مصر القديمة, ويقال إن رمسيس الثاني أضاف بايلون صرح لهذا المعبد, وتم توسيعته من قبل نكتنبو الأول, وإن المعبد طبعا تم استخدامه خلال عصر بطليموس الأول. يعتبر المعبد دوت من يقال ان هو من اكبر المعابد اللي تم اهدائها للاله تحط. So during the new kingdom, Tahut had great temples in this area. We discovered here two large massive statues reaching the height of 4 meters, and they are now displayed in an open museum in the site. The two massive statues, okay, date back to the reign of Amenhotep III. The temple was enlarged by Ramses II and also added a pylon, and also by Nektanebu I. It was still in use till the reign of Ptolemy I. And so this confirms that this place was one of the major cult centers of God Thoth in all Egypt. El Ptolemaion,
والحقيقة في المكان دوت احنا اكتشفنا بقايا معبد كان بيرجع لعصر بطليموس الثالث يورجيتس وزوجته برنيكي الثانية. خلال العصر الروماني هذا المعبد تم استخدامه ككوماستيريون، والكوماستيريون دوت هو مكان للتجمع بعض الكهنة اللي هما كوماستاي. وبعد كده بعد انتشار المسيحية في مصر تم يعني استخدام هذا المكان أكتر لبناء بازيليكا، هي يعني نوع من أنواع تصميم الكنائس في مصر. والحقيقة إن البازيليكا الرومانية، البازيليكا اللي موجودة في منطقة هيرمابلس، تعتبر من أقدم الكنائس اللي ظهرت في مصر، في صعيد مصر، و كانت يعني ما زالت حتى الأعمدة بتاعة الكنيسة موجودة وظاهرة أهي عندنا شايفينها. والكنيسة ديت كانت بتاخد الشكل المستطيل، وكان ليها مدخلين، مدخل من الناحية الشمالية ومدخل آخر من الناحية الغربية، والأعمدة بتاعتها بتاخد الشكل الكورنثي زي ما احنا شايفين. So in this place a Ptolemaion or a temple for Ptolemy the third Euergetes and his wife Berenike the second was dedicated. And this place was used in during the Roman period as a comestarium. What is a comestarium? It's a place, a gathering hall, مكان للتجمع for a priestly assembly. Priestly assembly يعني تجمع من الكهنة which were called the Comestai. And on the ruins of this place after the spread of Christianity a great basilica was built. This basilica was one of the largest basilica, largest churches and the earliest churches in Upper Egypt. It had two entrances, one in the northern side and one on the western side. The columns were reused from older buildings and it takes the shape of the Corinthian capital, and still we can find here the ruins of this great church. دي كانت بعض الأماكن اللي احنا نقدر نشوفها بالإضافة لمنطقة بيتوزايرس أو مقبرة بيتوزايرس في تونة الجبل، وديت المراجع لو حد حابب يعني يقرا شوية في المكان. بشكركم شكرا جزيلا.